ما حدث في مستشفى الشفاء الآن يتكرر في مستشفى كمال عدوان. قبل قليل اقتحمت آليات الاحتلال مستشفى كمال عدوان وأخرجت 150 مريضا وطبيبا في هذه المنطقة. المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة تنهار الآن بشكل كامل، ومستشفى كمال عدوان هو آخر مستشفى كان يقدم الخدمات للأهالي والنازحين. نؤكد بوجود عدد كبير من الأهالي والمواطنين في مناطق شمال قطاع غزة وهم محتاجين إلى الطواقم الصحي، لكن جيش الاحتلال اقتحم هذا المبنى وأيضا قتل عددا من الأطفال بعدما قصف محطات الأكسجين في مستشفى كمال عدوان. هذه الإبادة التي يجب أن تتوقف، حقيقة لم تبقى لنا كلمات نخرجها من أفواهنا حتى أن تتحركوا وأن تنقذوا شمال قطاع غزة. الذي يحصل هو إبادة بشكل كبير جدا، ونحن والعالم صامت جدا ولم يتحرك أبدا، ونحن عجبنا من هذا الصمت وهذا السكوت. نحن نباد ونحن نقتل الآن، ولربما مستشفى كمال عدوان وكان النفس الأخير.